مدير اكاديميات الكوره في النادي الاهلي، نجم الكبير كابتن عبد المنعم شطه. كابتن شطه، يا كابتن، ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا اسلام، عامل ايه؟ وحشنا جدا يا كابتننا والله. الله يخليك. انت ما بتجيش غير مع اسامه حسني بس. ده ابني، انت عارف انا. طب ما يعني انا اخوك بقى يعني، ماشي، انا اكبر انت من اخويا طبعا. اسامه انت عارف يعني، بما كان عندي 12 سنه انا طبعا يعني متابعه لحد ما ربنا كرمه ان شاء الله. ربنا يديك الصحه يا كابتننا. كابتننا الاول، طمنا عليك وطمنا على اكاديميات النادي الاهلي، اخبارها ايه؟ والله الموسم ده يعتبر موسم بالنسبه لنا افضل موسم على يعني مر تاريخ الاكاديميات منذ انشاء 2006. 2006 بسم الله ما شاء السنة الله. السنه دي حققنا اكثر من حوالي 11 او 12 الف لاعب في 24 اكاديميه، فيهم حوالي 300 سيده او لاعبه كره قدم نسائيه. اوكي. عندنا السنه دي فريق كره نسائيه 2004 بيلعب في منطقه القاهره لاول مره. 90% من اللاعبات من اكاديميه النادي الاهلي، يعني السنه دي يعني لم نستعين باي لاعبات من خارج النادي غير عدد محدود جدا. وان شاء الله دي تبقى نواه لفرق النادي الاهلي مستقبلا. يكون عندنا فريق اول ان شاء الله قريبا جدا لاعب في دوري كره القدم النسائيه عشان نشارك كمان في البطولات الافريقيه ان شاء الله. فالاكاديميه عامله شغل كبير جدا. تتوقع المزيد خلال الفتره اللي جايه كمان؟ طبعا احنا يعني الحقيقه أنا قعدت مع شركة الكورة، التوسع في الأكاديميات هينتشر إن شاء الله لحد ما تخش في أفريقيا عموما، وكمان في الدول العربية إن شاء الله هيكون عندنا عدد من الأكاديميات بإذن الله في الكويت وفي السعودية وفي عمان، والآن عندنا الحقيقة في الإمارات أكاديمية كبيرة جدا جدا. أوكي. هي بقى لها سنتين بتحقق يعني نجاح كبير جدا باسم النادي الأهلي الحقيقة، وده طبعا حقيقة يوري قد إيه النادي الأهلي وجوده في هذه الدول باسمه بتاريخه. وكل الحقيقه الناس اللي بتحاول انها تعمل اكاديميات بيقول لك والله افضل ان احنا نعمل اكاديميه من النادي الاهلي بدل ما نروح مثلا لريال مدريد ولا اتلتيكو مدريد وليفربول، لان الحقيقه نادي عربي زي النادي الاهلي بنفضل انه يكون موجود في الدول العربيه بشكل خاص طبعا، وفي افريقيا عموما ان شاء الله هيكون لنا دور كبير باذن الله مستقبلا، لانه النادي الاهلي في افريقيا يعتبر افضل نادي على مستوى القرن، انت عارف نادي القرن. فبالتالي طبعا انا بعتقد انه انتشارنا ان شاء الله هيتوسع باذن الله. ان شاء الله توسع دائم وتوسع كبير للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي الحقيقه يستحق مننا كمان. انا عارف ان 11 12 الف ده عدد كبير جدا جدا من اللاعبين في الاكاديميه، ولكن طموح كابتن شطه دايما بيبقى لضعف الارقام اللي موجوده كمان، وده اللي انا اهم حاجه عندي انا انه اللعيبه المتميزه ما تضيعش مننا، لانه السنه اللي فاتت وده الاساس استخدنا عدد صحيح استخدنا عدد كبير من اللاعبين انتقلوا لانديه اخرى. فان شاء الله السنه دي هي كابتن بدر رجب ووليد سليمان حقيقه عاملين معانا يعني توأمة جيده جدا. أوكي. بتواجدوا دايما في البطولات اللي بنعملها، المسابقات اللي بنعملها، بنشارك في منطقه القاهره باسم الاكاديميه باسم النادي الاهلي به، فمتواجدين معانا على طول الحقيقه، وبتابعوا اللعيبه الجيده. ان شاء الله السنه دي هيكون عندنا حصيله كبيره جدا من هؤلاء اللاعبون على مستوى الاكاديميات المختلفه، ينتقل منها الافضل ان شاء الله. انا ارجو من حضرتك يا كابتن شطه يوم لما يحصل هذا الكلام تبعتوا لنا، بس تقولوا لنا علشان كل جمهور النادي الاهلي يبقى عارف انه ان احنا اكاديميه النادي الاهلي هي النواه الرئيسيه والنواه الحقيقيه لقطاع الناشئين داخل النادي الاهلي او للمواهب داخل النادي الاهلي خلال الفترات القادمه. يا اسلام احنا عندنا احصائيه ان شاء الله ابعتها لك، عندنا اكثر من 250 لاعب على مستوى ال 14 سنه اللي عدت دي تواجدوا في قطاع الناشئين، ومنهم من لعب في الانديه، ومنهم من صعد حقيقه، ومنهم من انتقل الى انديه اخرى. طبعا انت عارف النادي الاهلي يعني الهرم دايما اللي فوق هتلاقي العدد بيقل جدا عشان حد يوصل للفريق الاول، ولكن الحقيقه عدد كبير جدا من اللاعبين دلوقتي متواجدين على مستوى الانديه المصريه كلها يعني، وفي احصائيه موجوده مين لعب في الفريق الاول، مين لعب في القطاع، مين لعب في المراحل السنيه المختلفه. ان شاء الله هذه الاحصائيه حابب ان شاء الله لو سمحت لان ده كلام مهم جدا، لان خلي بال حضرتك كابتن برضو ان ناس كتيره جدا تقول لي طيب انا هودي ولادي اكاديميه الاهلي ليه؟ فانا بقول لهم لان انا عارف يعني كيفيه التفكير وكيفيه التطوير اللي في دماغك، ومع شركه الكوره مع كابتن خطيب انا عارف اللي في دماغكم، فبقول يا جماعه ان الناس كلها بتروح تبص على الاكاديميه وتاخد من الاكاديميه تضع في قطاع الناشئين، اللي ممكن جدا يكون لهم
النسبة الأكبر في الوصول للفريق الأول، وهو ده أمل ملايين الملايين الأهلاوية اللي موجودة. وبالتالي أتمنى من حضرتك أنت تبعت لنا دائما بشكل مستمر هذا الأمر علشان نطلع الناس عليه من خلال كل برامج قناة الأهلي. إن شاء الله أوعدك بإذن الله يكون في عندنا إحصائية كاملة تستطيع من خلالها كل حقيقة جماهير النادي الأهلي تعرف إنه الأكاديمية يعني مش لازم كل اللعيبة ال 10,000 دول يطلعوا يلعبوا في الفريق الأول، طبعا لكن لكن هناك طبعا ممارسة وهناك دور اجتماعي وهناك يعني برضه حاجات مرتبطة بالصحة. في ناس كتير قوي بيجيبوا عيالهم عشان يكون هناك نوع من التدريب الرياضي عشان ما يحصلش يعني يقعدوا في القهاوي ويقعدوا يكون لهم دور في يبعدوا عن الأمور الضارة. مظبوط بالظبط. طيب كابتن شطة، أنت لعبت كام ماتش أهلي وزمالك؟ من 74 لحد 82 كل مباراه للزمالك الحمد لله لعبتها. كيفيه التفكير كده يطلعوا كم؟ لا بتاع يعني قول 10 سنين، 10 في 2 على الاقل، على الاقل 10 في 2 ما 20 ما انا بقول لك على الاقل 10 في 2 20 ماتش منهم 19 ماتش مكسب الحقيقه. طبعا في تعادلات، خلي بالك خلي بالك انا متساوي معاك في هذا الامر ان انا ما اتغلبش. انا بقى انا بقى ال 20 من 20 ما شاء الله عليك. بس انتوا كمان ماتشاتكم بتكتر فيها سوبر وفيها مش عارف ايه. ماتشاتنا اكتر. ماتشاتنا احنا طبعا كنا بنلعب دوري، خلاص دوري وكاس، دوري وكاس بس للاسف. كيفية التفكير في هذه المباراة يا كابتن؟ لأنه أنا لسه دلوقتي كنت بتكلم في نقطة إنه اللعيب في ماتش لما يلعب ماتشات مهمة أو ما بتبقى جاية الماتشات المهمة وعنده ماتش زي يانج أفريكانز مثلا وبعده ماتش الزمالك، ماتش يانج أفريكانز وحتى لو أنت بتلعب بيبقى ماتش الزمالك واخد منك تفكير شوية. هو طبعا كمان في حاجة، إحنا الحمد لله كنا بنلعب ماتش يانج أفريكانز وإحنا متأهلين، فكان هناك نوع من الإيه؟ من يعني طريقه اللعب والخطه ما تخليش يكون في استنزاف للمجهود بشكل كبير. عشان كده كان في بعض مش عايز اقول تراخي، ولكن بعض الحذر الشديد جدا عشان انت ما تخسرش يعني اللياقه بتاعتك او كمان تخسر لاعبين يتعوروا. فدي كانت حته مهمه جدا، والحقيقه احنا لاحظتها في الاداء في بعض الفترات، وفي الاخر الحقيقه الفريق كان بيلعب بشكل متزن جدا بحيث انه ما يستنزفش قوه. ودي حته طبعا يعني ذكيه جدا. لكن ماتش الزمالك طبعا الماتش الافريقي اهم من ماتش الزمالك. انا بس قبل ما نروح لماتش الزمالك، لانه النقطه دي تحديدا يا كابتن شطه كانوا كذا حد من الاهلاويه اصدقائنا وحبايبنا واخواتنا واللي رايهم على دماغنا من فوق قال لك ان الماتش اللي فات ما كانش قوي وبتاع، لكن انا قلت لهم نفس الرد اللي حضرتك بتقوله ده، ان ماتشات الزمالك دايما بتبقى واخده من دماغ اللعيبه وكده كده احنا متاهلين. مظبوط واضح طبعا، ويعني كانت تجربه كويسه كمان عشان تستعيد المباراه بشكل افضل، تشوف مين اللعيبه اللي تقدر تستعين بيها في المباراه ومين اللعيبه اللي ممكن تنزلها الشوط الثاني. فالحقيقه انا بعتقد انه المباراه كانت برضه ليها فائده كبيره جدا، انك انت تستطيع انك انت يكون عندك على الاقل 20 لاعب تستطيع انك انت تحاول تشوف الافضل ايه عشان تلعب بيه. ودي طبعا الحقيقه المدرب قادر على انه يختار الافضل، لانه دي مباراه حقيقه تعتبر بطوله. يعني انا عايز بس اتكلم شويه على موضوع الاهلي والزمالك. اتفضل يا كابتن. احنا قعدنا حوالي 15 سنه في صراع وعدائيه مستمره في العلاقات بين الناديين. الفترة السابقة تقصد؟ السابقة طبعا. وانت عارف الظروف اللي مرت بيها. نعم. كنا كلنا اصدقاء. انا 90% من لاعبي الزمالك من الستينات والسبعينات ولحد دلوقتي اصدقاء، لكن الفترة اللي فاتت الحقيقة كان في نوع من يعني زي ما تقول الخصام اللي موجود نتيجة ظروف مرت بيها. الان الحقيقة الصلح اللي تم ده انا سعيد جدا بيه، لانه الملعب ده عباره عن كومبيتيشن، كومبيتيتيف، انت بتنافس بس منافسه، بس لازم يكون في فير بلاي ولازم يكون اللعيبه عارفين كويس قوي انه دي مباراه تمثل سمعه مصر في كره القدم. مصر اول دوله لعبت في الاولمبيكس في العشرينات، واول دوله شاركت في كاس العالم سنه 34. مصر لها تاريخ كبير جدا، احنا عايزين المباريات اللي بتلعب خارج ارض مصر دي تكون توري قد ايه انه العراقه في كره القدم في مصر عموما مهمة جدا، واحنا قادرين على ان نظهر يعني الدوري بتاعنا وانديتنا في الديربي وانديتنا في الدوري العام بشكل افضل. فان شاء الله اتمنى من اللاعبين انه دلوقتي الجو مهيئ ان تلعب كرة قدم، تبرز كل الكيانات الفنية اللي موجودة، واتمنى ان يكون هناك يعني فير بلاي في هذه المباراة، لانه الان اصبحت العلاقات
جيده جدا بزياره الكابتن محمود الخطيب ومدير كابتن النادي الاهلي، والحمد لله على كل شيء انه الامور عادت الى مجاريها. فان شاء الله اتوقع مباراه قويه جدا، اتوقع مباراه يعني مش عايز اقول فيها فنيات عاليه، فيها تكتيك عالي، فيها نديه، فيها كل فريق عايز يكسب. اللي يكسب يقول لي اللي خسران انحر لك، واللي يخسر يقول للفريق الكسبان جود لك. يا ريت تكون هذا الشعار يكون هو الاساس لهذه المباراه ان شاء الله. يعني نتمنى، لانه الحقيقه في ظل الظروف الرائعه الحقيقه اللي بتمر بها الفتره زي ما حضرتك بتتكلم، فتره محترمه جدا وكبيره ما بين الناديين، وفي نفس الوقت ما قيل عن نقل المباراه الحقيقه من المستشار تركي الشيخ على 44 كاميرا وامور كثيره جدا وملعب على اعلى مستوى وامور كثيره جدا، وبالتالي احنا هنا بنتكلم على كل الامور من الناحيه التقنيه ومن الناحيه الجماهيريه ومن ناحيه مجالس الادارات، هي امور رائعه جدا. لا يتبقى الا اننا نرى منافسه جوه الملعب لاقصى درجه يا كابتن شطه. والله الحقيقه يعني الظروف المهيئه لهذه المباراه ظروف تخلي كل لاعب وتخلي كل واحد يحاول يبرز افضل ما عنده، عشان حقيقه يعني يمكن هيلعبوا في ظروف ما يعني ما لعبوش فيها قبل كده. صحيح. نتيجه هذه التقنيه العاليه اللي حضرتك قلت عليها دي، ونتيجه ان المباراه هيشوفها تقريبا هتتشاف في كل انحاء العالم. صحيح. ودي قيمه الاهلي والزمالك اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها دلوقتي. الحمد لله على ان النادي الاهلي والزمالك يعني قطبين كبيرين جدا، والحمد لله انا سعيد جدا بالحقيقه بالوئام اللي حصل حقيقه، وده بيوري قد ايه انه النادي الاهلي دايما حريص على علاقته بنادي الزمالك. صحيح. والحمد لله حقيقه مجلس اداره نادي الزمالك يعني بجد يعني كانت حقيقه لفته بارعه جدا منهم، انهم هم يعني حقيقه النادي الاهلي راح عشان يبارك لهم في نجاح المجلس. وكان استقبال هائل الحقيقه، شيء رائع. انا الحقيقه كنت يعني كان نفسي اكون موجود والله في هذا اليوم ان شاء الله، لكن الحمد لله النادي الاهلي قادر على ان يعيد العلاقات زي ما كان. يا رب دايما يا كابتن شطه. من الناحيه الفنيه من وجهه نظرك كيف ترى هذه المباراه؟ الزمالك كان مر بفتره صعبه جدا. هي. يعني مزاجته من 6 شهور او 7 شهور، الان هي عنده مدرب شكله الحقيقه بيعد الفريق اعداد جيد. الزمالك الان الحقيقه بيستعيد قوته مره اخرى. نعم. عنده الحماس وعنده الدوافع اللي تخليه يرجع تاني في ظل المنافسه بتاعت الدوري. المباراه دي بالنسبه له بتمثل الحقيقه شيء كتير كبير جدا للاعبين ولجماهيره وللمدرب نفسه طبعا، لكن النادي الاهلي دايما بياخذ الامور بشكل كره قدم. رايحين نلعب كره قدم. صحيح. رايحين نؤدي، عندنا الامكانات، عندنا القدرات، عندنا مدرب كويس جدا عارف اللاعبين كيف يختار الفريق اللي هيلعب بيه، عنده بدائل كثيره جدا، عنده حقيقه لاعبين بقى لهم فتره كبيره جدا في الساحه بيلعبوا مباريات متتاليه. أيوه. يعني الحقيقه اكثر نادي يمكن والله مش عايز اقول في افريقيا او في العالم العربي بيلعب مباريات متتاليه، بدليل ان احنا في الدوري العام يعني عندنا بتاع 8 أو 9 مباريات لسه قدامنا، وده طبعا شيء يعني صعب جدا انك انت تلعب دوري وتلعب في بطولات افريقيه، في دوري الكاف، وفي دوري السوبر، وتلعب في كاس العالم للانديه، شيء رائع، لكن طبعا عبء كبير جدا على اللاعبين الحقيقه. فالنادي الاهلي هيروح المباراه دي ان شاء الله عنده الاستامينه وعنده الصلابه وعنده الدوافع وعنده القوه انه يكسب البطوله دي او المباراه دي ان شاء الله، لانها تمثل هي بطوله منفرده في مباراه منفرده. وان شاء الله النادي الاهلي طبعا انت عارف متفوق في 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 حصوله على بطولات السوبر اذا كانت محليه او اذا كانت افريقيه، ودي طبعا النادي الاهلي لن يفرط ان شاء الله في انه يكسب هذه المباراه، لانها بالنسبه له طبعا هتخليه برضه يرجع تاني للدوري ان شاء الله ولبطولات افريقيا بشكل افضل ان شاء الله. كابتن شطه انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا وعلى كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا، شرف لينا كابتن تكون معانا.